طيب، صباح الخير. أتمنى إن انتوا تكونوا كده سامعيني. يا ريت لو سامعيني بس ادوا أي رياكشن انتوا سامعيني. طيب تمام، الحمد لله. والصورة واضحة كمان. صباح الفل يا حنا. الصورة واضحة كمان، أو البرزنتيشن واضحة. طيب الحمد لله. طيب، أول حاجة أحب أعتذر عن صوتي النهاردة. أنا للأسف الحمد لله يعني عيانة شوية، فهتلاقوا صوتي يعني غريب شوية، فأنا بعتذر مرة تانية عن سوء جودة الصوت، بس يعني ده الموضوع ده فعلا غصب عني وأنا أسفة. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم على managing the changes. Managing the changes مهم، topic مهم جدا. أنا personally one of my favorite topics بصراحة، لأنه مش بس بيأثر في ال professional life بتاعتنا، في الحياة العملية في الشغل، لكن إحنا كمان محتاجين كأشخاص وكأفراد وكبني آدمين طبيعيين إن إحنا نعرف إزاي نقدر manage the change، أو إزاي نقدر نتعامل مع التغييرات اللي بتحصل، سواء أو المتغيرات كمان اللي بتحصل سواء في حياتنا الشخصية أو في الحياة العملية. النهاردة الكورس بإذن الله زي كل مرة بيبقى ساعة إن شاء الله. هنبتدي الساعة 9 بالظبط ونقفل 10. لو اتأخرنا شوية عن الساعة 10 فاعذروني. أنا بحب أدي كل حاجة حقها شوية، فساعات بيبقى الديسكشن معاكو very very يعني motivating إن الواحد يكمل وياخد وقت زيادة شوية، لأن مش أنتوا بس اللي بتستفيدوا، أنا بس اللي بستفيد، أنا كمان بستفيد. التريننج ماتيريال والبوست كورس اسسمنت كل ده هتلاقوه على training.government.ae. بس احب انوه انه علشان تاخدوا السيرتيفيكيشن اوف اتندنس، شهاده الحضور، وعشان تاخدوا وعشان تاخدوا الكورس ماتيريال، كوبي من الكورس ماتيريال، محتاجة أكد عليكم إن أنتوا محتاجين تعملوا البوست أسسمنت سيرفي كده، أو يعني امتحان كده صغير، كويس كده صغير، 5 6 أسئلة علشان نأساس فيه هل المعلومة اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة وصلت لكوكو بالفعل ولا لأ. كمان مشكورين لو قدرتوا تعملوا الفيدباك سيرفي عشان تقولوا لنا what went well و what needs to be improved في الكومينج كورسز إن شاء الله. زي ما قلت من شوية، احنا بإذن الله الكورس for one hour. الكورس for one hour يعني the more questions you ask the more participative you are. please make sure ان انتوا تسألوا كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها، وفي نفس الوقت كمان اكلموا عن خبراتكم الشخصية أو خبراتكم البروفيشنال في مجال التوبيك اللي بنتكلم عنه النهاردة. ده بيثري الحديث in general، وزي ما قلت لكم مش بس بيفيدكم، بيفيدني أنا كمان personally. ده التويتر والإنستجرام account بتاع training.gov Center of Digital Innovation. ده الإيميل address بتاع training.gov.ae لو أي حد عايز يتواصل معهم. هبتدي أكلم شوية عن نفسي، يعني دوني كده 30 ثانية أكلم عن نفسي فيها. أنا اسمي سارة شعبان. أنا مجال خبرتي in general كان طول عمري في التليكوميونيكيشن سيكتور، بوصف إني مهندسة في الأساس، وبشتغل أو اشتغلت كمان في مجال الـ FMCG. مين لي معظم شغلي هو عبارة عن process management consultant، بانهانس الـ processes والـ way of work بتاعت الـ organization، وكمان بشتغل في الـ PMO، حاجة اسمها الـ project management office، علشان برضو انهانس الـ project management practices
اللي موجودة في ديبارتمنت معينة أو في شركة معينة. زي ما قلت، أنا أصلا في الأساس خريجة هندسة، بس تعالجت شوية الحمد لله وبقيت ميلي بشتغل project management، بعدت شوية عن مجال التكنيكال أو مجال الهندسة في حد ذاتها. حبيت قوي مجال project management، عشان كده أنا PMP certified و Prince 2 certified. اشتغلت كمان حاجات ليها علاقة بالبيزنس analyst أو business analysis، فعشان كده أنا Six Sigma Green Belt. وعلشان أنا بحب ال topics ال management in general، فأنا يعني بحب أدرس في الحتة دي شوية. النهاردة زي ما قلت، السلام عليكم يا عاطف. السلام عليكم جميعا، بعتذر مرة أخرى يا جماعة عن جودة الصوت، بس زي ما قلت ده فعلا غصب عني. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على managing changes. زي ما اتفقنا، managing changes أو changes هي جزء لا يتجزأ من حياتنا، سواء الشخصية أو العملية. فمهم إن إحنا ندرس يعني إيه change، وليه بيحصل change، وإزاي نتعامل مع ال change، وإيه ال change process اللي المفروض تحصل. فالنهاردة بإذن الله هنتكلم عن what is a change، يعني إيه هو التغيير أو إيه هو ال change اللي ممكن يحصل. ليه الناس بتريزيست التشينج؟ واي بيبل ريزيست التشينج؟ معظم الناس خصوصا في الجينيريشنز، يعني لو حد مطلع شويه في حته الجينيريشن اب تو جينيريشن اكس اللي هم مواليد الثمانينات، وساعات بيخش فيها يعني اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، بس يعني مينلي لغايه مواليد الثمانينات بالذات أو نصف الثمانينات، بتلاقي إن الناس دي قوي resisting مش يعني لغاية ال age ده. بعد كده بقى في generation جديدة أكثر تقبلا للتغيير، وأكثر تقبلا للتغيير يعني لكذا ريزن، من أهمهم إن هم من ساعة ما اتولدوا، دول مواليد التسعينات أو اللي بنسميهم الزيلينيانز أو الميلينيانز، لأن هم مينلي من ساعة ما وعيوا على الدنيا زي ما بنقول، هم ما شافوش حاجة غير التغيير، فبقى درجة تقبلهم للتغيير بصفة عامة أكثر بكتير من الأجيال السابقة. فهنتكلم على ليه الناس بتريزيست التشينج، هنتكلم على التشينج بروسس، ازاي يبقى في تشينج بروسس علشان نساعد الناس على تقبل فكرة التغيير، ونساعد الناس ان هم يبقوا انجيجد في عملية التغيير. واخر حاجة هتكلم عليها ازاي effectively manage change، ازاي لو في change goal organization اقدر manage change ده هو. طيب نبتدي. Good morning عائشة. نبتدي بقى بالكورس أجندة. إيه هو التغيير؟ What is a change؟ مقصود بإيه بالتغيير؟ قبل ما أقول لكم What is a change، في جملة مشهورة وأنا زمان كنت بشوفها يعني هايلايت كده بيتحط في البرزنتيشن، أو جملة لطيفة بتتحط في البرزنتيشن، أو حد بيقولها. وكل ما الواحد كان بيكبر وبيكسبيرينس بتاعته بتزيد وخبرته في الحياة وفي الشغل اللي بتزيد، اكتشفت ان المقولة دي صح جدا جدا زيادة عن اللزوم. المقولة بتقول the only constant is change، مفيش حاجة ثابتة، مفيش حاجة ثابتة في الحياة، في الحياة العملية او الحياة الشخصية أو الحياة الخاصة. وده حتى يمكن مذكور يعني في القرآن، إنه يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، إنه مفيش أيام على طول كويسة ومفيش أيام على طول وحشة، ومفيش حد حاله ثابت على حال واحد إنه هو على طول سعيد أو على طول حزين، على طول غني أو على طول فقير، على طول عنده مشاكل أو على طول الدنيا ماشية معاه كويس. فالواحد كل ما فعلا بيحتك بالحياة
بنوعيها عملية أو شخصية، بيكتشف إنه فعلا مفيش حاجة ثابتة، وإنه حال الكون ودوام الحال من المحال زي ما بنقول، وإنه حال الكون وحال الحياة مفروض علينا عملية التغيير، سواء حتى طبيعيا زي الليل والنهار for example، أو بمجرى الأحداث اللي بتحصل. أنا هنا هتكلم طبعا عن التغيير من وجهة نظر الشركات أو من وجهة نظر البروفيشنال لايف، علشان إزاي نساعد الناس إن هم يمنتينوا أو يتعاملوا مع التغيير دي. بنقول في الحتة دي إن الشركات عامة companies must be willing to adjust their operations to respond to an increased competition, technology advance أو stakeholder expectation. الشركات بت بت بتبقى تحت مشروعات تغيير، أو بتبقى forced actually، بتبقى مجبرة إنها to undergo عمليات تغيير مستمرة، وده نتيجة إن هي بترسبوند، أو نتيجة إن هي بتحاول تستجيب لمتغيرات في سوق التكنولوجي for example، متغيرات نتيجة منافسين نزلوا برودكت جديد أو نزلوا ماركتينج بلان مختلفة، أو محتاجة تجو تغيير علشان ترسبوند للكاستمر وتديله سيرفيس أو تديله برودكت الكاستمر was looking for. ف we need to change معلش في سؤال الكبي بيقول ماذا عن جيل واي؟ يعني هو التوبكس بتاع الجينيريشن ده يعني مش عايزة اخش فيه قوي، بس يعني زي ما قلت، هو معظم الاجيال لغاية جيل الميلينيومز او جيل التسعينيات، من التسعينيات لغاية الالفينيات لغاية حاليا، يعني هم اكثر جيل تقبلا للتشينجز بصفتهم جيل يعني كل يوم بيشوف حاجة جديدة. اما الجنريشنز السابقة كلها دي بقى يعني في personality traits مختلفة تماما، وفي traits مختلفة تماما بين جيل، كل جيل والتاني ممكن ياخد ساعات علشان نقدر نعمل او عشان اقدر اشرح الفرق ما بين الاجيال وبعضها، واحنا مش بصدد الفرق الجنريشنز في الكورس ده، فانا بعتذر مش هقدر go into details في الموضوع ده. طيب نرجع تاني، انه احنا بنقول ان الشركات بتبقى مجبرة ان هي تسلك طريق التغيير، او بتغير من الطريقة اللي بتشتغل بيها، او بتغير من المنتج علشان بترسبوند رد فعل لمنافسة مع شركات اخرى، رد فعل مع توقع للكاستمرز ان هم عايزين سيرفيس معين، عايزين برودكت معين بشكل معين نتيجة تطور تكنولوجي. ما ينفعش يبقى متطور تكنولوجي، في شركات بتقدم ال 4G for example وداخلين كمان على ال 5G، وفي لسه شركات شغالة في ال 2G، فدي اوتوماتيكلي هتطلع بره التكنولوجيا، يعني اوتوماتيكلي سوري هتطلع بره المنافسة. فالشركات واكتر عبء على الشركات حاليا ان هم محتاجين يواجبوا التطور التكنولوجي، وده نوع من انواع التغيير، تغيير في الاي تي انفراستراكشر بتاع الشركة، تغيير في ادارة ازاي الموظفين تقدر تمانج الاي تي دي، هي تتحول من مثلا for example موظفين الديجيتال، التحول الرقمي اللي بت undergo معظم الشركات حاليا if not already هي managed الديجيتال era on their own. The business change is the act of moving the company from where it's now to where it wants to be. هي عايزة تتحول رقميا for example، فده نوع من أنواع التغيير، عايزة تزود المنافسة، أو عايزة تبقى الماركت ليدر في مجال برودكت معين، فده بيفرض عليها تغييرات معينة، سواء على داخليا في الهيكلة الشركة، في الـ organization structure بتاعت الشركة، في الـ innovation process بتاعت الشركة، إيه الـ innovation اللي innovation process اللي الشركة بتتبعها علشان تميك شور إن في دايما innovative idea قابلة إن هي تتنفذ.
زي ما قلت من شوية كمان process of change علشان التكنولوجيا الريسبوند للتغير التكنولوجي اللي موجود في السوق أو موجود في الماركت. الchange عامة هو disruptive event. يعني ايه disruptive event؟ يعني حاجة بتيجي توقف الoperations بتاعتك. أنا شغالة النهاردة for example شركة شغالة النهاردة بخط إنتاج let's say Apple for example شغالة بخط إنتاج iPhone 10 for example بس in the meanwhile ال innovation center بتاعها أو ال research and development بتاعها شغالين في iPhone 12, 15, 16 whatsoever number ف when it comes to إنه خلاص اللاب طلع وقال this is the new iPhone shape and style and everything في عملية disruption محتاجة تحصل daily operation لخط الإنتاج ونوقف خط الإنتاج الحالي ونبتدي نadjust خط الإنتاج اللي موجود حاليا علشان يقدر يمنتين أو يقدر يطلع البرودكت الجديد. فده definitely أي change process هو change أو disruption للdaily operation بتاعتك. الchanges في البيزنس بيبقى فيها mainly ثلاث أنواع: development change أو transitional change أو transformational change. هتكلم عن الثلاث أنواع في يعني في السلايد اللي جاية. بس باختصار كده development change أنا عايزة أحسن من الخدمة اللي بقدمها أو عايزة أحسن من المنتج اللي بقدمه أو عايزة أقلل تكلفة سعر المنتج اللي بعمله فبضيف أو بحط تغيير على the way I'm doing المنتج ده. Transitional change إني بنتقل من حالة لحالة تماماً. Transform يعني بتحول من إن أنا مثلاً for example ببيع بس iPhones أو ببيع بس موبايلات for example، لا ده أنا كمان هخش الماركت بلابتوبس for example مش بس الموبايل فونز. الترانسفورميشنال تشينج هو ترانسفورميشنال على جميع الأصعدة، ترانسفورميشنال مينلي بيج تشينج في هيكلة الشركة علشان اقدر اقدر انتج او اقدر ابقى مور افيشنت واكثر كفاءة في الخدمة او المنتج اللي انا بقدمه. أي change في الدنيا في سواء personally أو professionally وبالذات طبعا لو كان professionally محتاج يفولو حاجة اسمها change management process. يعني إيه change management process؟ ده اللي أنا أتطرق إليه برضو في النهاردة. إيه هي change management process ومحتاجينها ليه؟ طيب إحنا اتكلمنا يعني إيه change وقلنا إن change does the only constant in life. طيب X, Y, Z أنا هكلم عن فرق الـ changes كمان شوية. أنا بس دلوقتي بدي highlights، هدي هكلم عن فرق الـ transformational والـ transitional والـ development changes كمان شوية. يعني bear with me for a couple of minutes كده. ليه الـ change؟ الـ change إحنا عرفنا يعني إيه change. ليه بيحصل change؟ بيحصل change علشان economic situation. أنا محتاجة أقلل في سعر تكلفة المنتج بتاعي علشان أقلل الـ price علشان أبقى أقدر أبقى competitive علشان أنزل promotion في السوق. فده change بتفرضه عليا الظروف الاقتصادية. أكبر مثال على كده البرينترز. البرينترز كان زمان منتج يعني إلى حد ما غالي الثمن، ولكن من كثرة المعروض ومن بقى economically بيعمل يشوف economically يعمل يشوف means إن هو يلور البرايسز أو يلور الكوست بتاعه بحيث إنه ينزل يا إما promotional strategies يا إما ينزل بالoverall cost بتاعته. لانه البرينترز دلوقتي بقت حاجه somehow commodity، ما بقتش زي الاول. والشركات اللي بتشتغل في مجال الطابعات او البرينترز بقى معظم ارباحهم من الافتر سيل برودكتس اللي هي الاحبار اكتر منها البرينتر نفسه، لانه زي ما قلنا بقى اصبح commodity حاليا. حاجه تانية بتفورس الواحد على التغيير او بتفورس الشركات على التغيير السوشيال كونديشنز. السوشيال كونديشنز من اهمها واللي طالع قوي دلوقتي، ويعني اللي طالع حاليا قوي او اللي بنسمع عنه حاليا كتير، هو الجرين الفريندلي. بمعنى ان الشركات دلوقتي بقى عليها ضغط ان هي somehow to commit لباريس بلتش اللي هو بيتكلم عن
اللي هو بيتكلم عن التغير المناخ وازاي نقدر نكات الكربون دايكسايد اميشن علشان ازاي نقدر نقاط الكربون دايكسيد اميشن علشان نقدر علشان نقدر يعني نكوميت لباريس بلدج. فده نوع من انواع السوشيال كونديشنز، هو بتفرضه عليا بتفرضه عليا الجوفرنمنت ريجوليشن او التعهدات والمواثيق الدوليه اللي الشركات بتكوميت ليها. الانوفيشن ليدرشيب أحسن مثال لموضوع الانوفيشن ليدرشيب ده، المثال بتاع نوكيا. نوكيا علشان ما عملتش انوفيشن في الـ way they are doing their mobile phone، طلعوا out of the business for years، لأنه الماركت تحول من إنه مجرد تليفون محمول علشان أعمل مكالمات واستقبل مسج، إن هو بقى شبه لابتوب. هو عبارة عن كاميرا وموبايل فون وبراوز انترنت براوزر اللي هو بنشوفه على اللابتوب واجنده وحاجات كثيره قوي. فنوكيا did not go under the innovation process، ما عملتش change management process او ما did not commit للchange، وبالتالي طلعت out of the business. فالinnovation in general بيجبر الشركات والشركات المنافسه ان هم go under the innovation process علشان يقدروا يمنتينوا البيزنس بتاعتها. New executives، لو جالنا مدير جديد او executive جديد او CEO جديد، بيبقى عنده his own vision و his own way of working، وبالتالي ده بيفرض علينا بيفرض على الشركات بطريقة ما أو بأخرى إن هو محتاج يغير في أسلوب الإدارة أو محتاج يغير في أسلوب الشغل، لأنه المدير الجديد أو الإدارة الجديدة بتتبع نظام مختلف في الإدارة. الكومبيتيشن زي ما قلت من شوية، الشركات تحت ضغط رهيب، منافسة رهيب، وبالتالي الشركات عايزة تقدم أحسن منتج وأحسن خدمة، فده بيجبر الشركات إن هي تبقى في إطار مستمر أو في لايف سايكل مستمرة للبحث عن الجديد، سواء في المنتجات أو سواء في الخدمة، علشان تقدر تمنتين الكومبيتيشن وتبقى تقدر تليد الكومبيتيشن. آخر حاجة الجروث ان بيزنس، أنا لو بكبر في البيزنس بتاعي بخش ماركتس جديدة أو بطرح منتجات جديدة، فده نوع من أنواع التغيير اللي محتاج الشركات ترسبوند ليه. قلنا الـ changes happen due to several factors، زي ما قلت من شوية الـ technology evolution، الـ innovation والـ technology in general، organization restructure، إعادة هيكلة الشركات بتجبر الشركات على إنها تchange سواء الـ culture بتاعتها أو change the way of delivering the products أو الـ services بتاعتها، الـ competition، الـ process optimization اللي هدفه الأول والأخير إنه يلور الـ cost وبالتالي يقدر يحصل على منتجات low price، الـ consumer behavior، الكونسيومر والكونسيومر عايز ايه كبرودكت او ايه البيهيفيرز التريتس اللي بيجو فور الكونسيومر. عملية اندماج الشركات والشراء أو الاستحواذ على الشركات دي عملية بطبيعة الحال بتفرض الشركات، سواء الشركة المستحوذة أو الشركة اللي تم الاستحواذ عليها، بتطور أو بتطوير الأداء أو بتغيير الأداء، عادة بنجو للكالتشر بتاعت الشركة الأم. طيب ردا بقى على سؤالك XYZ، ايه هو الترانسفورميشنال تشينج؟ الترانسفورميشنال تشينج ده التشينجز اللي الاورجنايزيشن ميك تو ريشيب ذير بزنس ستراتيجي اند بروسيسز، هيغيروا الاستراتيجيه بتاعتهم، هيغيروا تماما الاستراتيجيه بتاعتهم. ايه الاستراتيجيات اللي ممكن الشركه
تغيرها. في شركات بتبقى الاستراتيجية بتاعتها قائمة على انهم يعملوا حاجة اسمها كوست ليدرشيب. يعني ايه كوست ليدرشيب؟ يعني الشركة دي عايزة تقدم المنتج بتاعها او الخدمة بتاعتها او السيرفيس باكثر او اقل تكلفة ممكنة علشان تدي علشان هي بتارجت المستهلكين اللي بيفكروا مينلي في البرايس او بيفكروا في مينلي في الكوست بتاع السيرفيس. في شركات قرارها انها تتحول من الكوست ليدرشيب فور اكزامبل سوري لفوكس على ماركت معين، هو ما بقاش فارق معاه قوي الموضوع الكومبيتيشن سوري ان هو يبقى بيقدم السيرفيس بلو كوست قد ما فارق معاه ان هو يفوكس على دايمنشن معين او سيجمنت معين او كاستمر معين. الترانسفورميشنال تشينج كمان بيتبعها او معاها تشينج في البروسيسز، البروسيسز اللي هي الواي اوف دوينج ورك، انا هغير في طريقه شغلي لاني هتحول من الماركت ليدرشيب للكوست ليدرشيب فور اكزامبل. انا كنت بقدم خدمات بريميوم، خدمات يعني كلاسيفايد على انها نمبر 1 وبقدم بريميوم سيرفيس، وبالتالي كنت باخد بريميوم برايس تجاه كده، وعايزه احول الاستراتيجيه بتاعتي من ان انا بقدم منتجات بريميوم نمبر 1 لمنتجات كوست افيشنت، يعني منتجات المستهلك يقدر يحصل عليها او اتارجت المستهلك اللي عايز او بيفكر في موضوع الكوست. فمحتاجه اغير البروسيس بتاعتي، محتاجه اغير البروسيس بتاعتي من بروسيس فيري ماتش انتو quality و very much into ال innovation ل processes very much into elimination لل waste في ال work, elimination ل several quality measures أنا ممكن كنت أخدها لمجرد إني أقلل أو cut down ال cost. أي transformation change الميزة الأساسية فيه أو أكثر ما يميزه أو يصنفه ك transformation change إن أنا مش عارفة أنا رايحة فين. يعني أنا عارفة إن أنا عايزة change okay, وعارفة ان انا عايزة change من ال current state ل future state، بس ال future state is not that much known. ال transformational change دي عادة بتيجي نتيجة technology، يعني mostly من ال transformational change اللي انا شفته في خلال سنين اللي اشتغلت فيها في مجال ال changes. mostly ال transformational change بيجي الحاجتين أساسيتين هما التكنولوجيا، التطور التكنولوجي بيجبرك إنك تغير طريقة شغلك تماما. زي ما قلت أنت لو بتخش إن أنت بتعمل ديجيتاليزيشن للأركايفينج سيستم بتاعتك أو ديجيتاليزيشن للأوفرول اي تي انفراستراكشر بتاعتك والسوفت وير سيستمز بتاعتك، بتتحول من ورقيات لديجيتال، فده change، ده نوع من انواع transformational change لانك بتغير في حتى لو business strategy is the same انت بتغير في the way of day to day processes اللي بيعملها الموظفين او القائمين على الشغل في الشركة دي، لان هما بيغيروا daily الwork patterns بتاعتهم او الwork routines بتاعتهم، بدل ما كانوا بيمضوا الورقة بقوا بيمدوا اي سيجنتشر. فالترانسفورميشنال تشينج عاده بينتج عن يا اما كومبيتيشن يا اما تكنولوجي، يعني دول السببين الرئيسيين للكيك اوف لاي ترانسفورميشنال تشينج. تكنولوجي زي ما اديت اكزامبل من شويه اني بتحول اركايفنج سيستم او بتحول ل database system او بتحول ل digital solutions moving from paper solutions تمام. فده بيتبعه drastic change في processes، بدل ما الورقة او بدل ما الورقة كانت بتعدي على 4-5 موظفين للتدقيق والتصحيح والامضاء and so on، بقت موظف واحد على electronic form بe-signature. فده تغير نمطي
تغير في نمطية الشغل، اللي أداء الشغل اللي بيحصل كل يوم، وبالتالي بتتبعه ترانسفورميشنال تشينج. محتاج تاخد الموظف ده تعلمه على الالكترونيك سيستم، محتاج تاخد الموظف ده تقول له ما تخافش من الاي سيستمز اللي انا بحطها. انا ليه بعمل الاي سيستم ده؟ الشغل ده مش هيأثر على السكيورتي بتاعت الجوب بتاعتك، او مش هيأثر على وجودك في العمل and so on and so forth. لانه عادة الترانسفورميشنال تشينج بتتميز ب very 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 high risk of uncertainty و insecurity للموظفين، خاصة لو زي ما قلت في الاكزامبل التحول الرقمي او التحول الديجيتال او الالكتروني. لان الموظف يبقى عارف ان انت once ان انت هتجو للالكترونيك سيستم ده نمبر 1، هو اي سيستمز او ديجيتال سيستم ده نمبر 1، نمبر 2 هيتبعه تلقائيا ان انت هتبتدي تعمل شورت كات في عدد الموظفين القائمين على البروسيس دي. لان لما كانت المنظومه ورقيه كنت محتاج عدد موظفين اكثر بكثير مما لما حولت المنظومه انها بقت رقميه، وبالتالي ده بيكريت او بيكريت سنس اوف انسكيورتي وداوتس ناحيه الستاف، ان هم مش عارفين الفيوتشر ستيت بتاعتهم ايه، مش عارفين هم رايحين على ايه، مش عارفين مصيرهم ايه ومصير الجوب بتاعتهم ايه. وبالتالي ده سبب رئيسي للريزيستنس اوف ذا تشينج بالنسبه للموظفين او العاملين في الشركه دي. ومهم جدا من هنا بقى، مهم جدا ان انا اعمل change management process، اني اعمل عملية اصطحاب للعاملين عندي وللموظفين عندي، اني اقول لهم ليه بعمل change، ايه فايدة ال change، لو ما عملتش ال change ايه اللي هيحصل، ايه ال negative points اللي ممكن تحصل لو ال change ما اخدش مجراه. ان احنا زي نوكيا for example، احنا لو ما عملناش change ده احنا كلنا هنبقى out of business. وبالتالي اقدر اعمل عملية تقبل للتشينج بالنسبة للستاف. يبقى احب اسامرايز الموضوع تاني. الترانسفورميشنال تشينج هو اساسا بيحصل اني بغير الاستراتيجيه، الاستراتيجيه بتاعتي، بدل ما انا كنت عايز اتوسع في جميع الماركتس وورلد وايد، اني لا تحولت اني عايزه افوكس على ماركت معين. ده تغيير في الاستراتيجيه، وبالتالي يتبعه تغيير في اساليب العمل. تغيير في الاستراتيجيه برضو اني بتحول رقميا، وبالتالي بيتبعه تغيير في اساليب العمل. يبقى ده اول حاجه اللي هو الترانسفورميشنال تشينج. اتمنى ان انا اكون كده جاوبت على سؤالك يا اكس واي زي بايه هو الترانسفورميشنال تشينج. زي ما قلت برضو ليه التشينج، التشينج هو is the only constant in life. التشينج التشينج هو is the only constant in the world of business، هو الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. علشان كده بنلاقي الشركات في تطور مستمر وفي سباق مع الزمن لطرح منتجات جديدة، لطرح promotional discounts أو يعني campaigns أو حملات ترويجية. البيزنس ليدرز ان جنرال ليه بيروحوا للتشينج، او ايه الريسبونس بتاع التشينج بتاعهم؟ ساعات البيزنس ليدر بيعمل nothing، they do nothing. الريسبونس للتشينج بتاعهم ان هم بيقرروا ان هم مش هيعملوا حاجه and they do nothing، ويعني في يعني محاوله منهم لتقبل الامر الواقع، ويعني تامل كده او امل ان شاء الله مش هيحصل حاجه، خلاص ده التشينج ومش هنعمل فيه حاجه. عاده الشركات دي هي اللي تطلع out of business، وبيبقى العمر بتاعها في البيزنس قليل، unless لو قررت ان هي تسلك مسلك اخر. لان زي ما قلنا التشينج is the only constant، التشينج is the only constant. وبالتالي زي نوكيا، زي كودك، شركات ما قدرتش تتحول رقميا وما قدرتش تevolve with innovate مثل شركات اخرى. كودك كانت نمبر 1 شركه وورلد وايد في مجال تصنيع الكاميرات، وكان اللي عنده كاميرا كودك ده هو خلاص عنده الهايست براند وعنده آخر متوصل العلم الحديث له في مجال التصوير. كودك النهاردة ما قدرتش تمنتين، أو مش بتمنتين البوزيشن بتاعها، lost a lot of market share، وما بقاش اسمها براند نمبر 1
النهارده زي ما فور اكزامبل سوني دخلت، وزي ما نايكن فور اكزامبل دخلت، لان الشركه دي او قادك الريسبونس بتاعها التشينج كان دو ناثينج، انا مش هعمل حاجه وان شاء الله الناس هترجع تاني للكاميرات الكاميرات العاديه مش الكاميرات الرقميه، وبالتالي ده نتيجه التشينج الريسبونس للتشينج اللي هو دو ناثينج. شركات تانية أو بيزنس ليدرز تانية بتمانج التشينج عن طريق بروجكت بلان، بنعمل بلان ونشوف احنا فين ومحتاجين احنا محتاجين نبقى فين، وبيعملوا اكزيكتيف بلان ويحطوا استراتيجية، ومن الاستراتيجية يبتدوا يحطوا بلان، ومن البلان يورجنايزوا ويمجروا احنا فين من البلان، وده اللي بنتكلم عنه اللي هو التشينج مانجمنت بروسيس اللي هنتكلم عنه في السلايدز اللي جاية ان شاء الله. ايه هي التشينج مانجمنت بروسيس اللي بياخدها البيزنس ليدر علشان يقدروا يعدوا بالاورجنايزيشن بتاعهم ثرو منعطف التشينج. في ليدرز تانية بتسلك اتجاه او بتسلك قرار ان هم هياخدوا التشينج، هيليدوا التشينج with words بكلام، وهيسبوا شوية actions علشان تسبورت ال kind of change ده، مش بالضرورة تبقى strategic action plan، بس هي مجموعة من الكلمات التحفيزية علشان نسبورت ال العاملين في موضوع التشينج. طيب تعالوا بقى نتكلم على change management process، لان هو ده الهدف الاساسي للكورس النهارده. ان احنا انا عايزه اقول انا عايزه اقول حاجه، الهدف الاساسي من الكورس النهارده الهدف الاساسي من الكورس النهارده هو ان احنا نقول انه change is a constant، change هيحصل سواء تقبلته او لم تتقبله. الهدف الرئيسي ان احنا عايزين نقول ازاي نمانج التشينج. احنا خلاص احنا لازم نتقبل فكره التشينج، ولازم نتقبل الفاكت انه اتس ذا اونلي كونستنت، احنا بنجو اندر، مش هيحصل تشينج واحد في الاورجنايزيشن اللي انت فيها او في الشركه اللي انت فيها، هيحصل اكثر من تشينج لاكثر من سبب. مره هيبقى تشينج لتطور تكنولوجي، مره هيبقى تشينج لاعاده هيكله، مره هيبقى تشينج نتيجه ضغط من منافس فمحتاج تغير سياستك التسويقية أو الترويجية لأن في ضغط أو في كامبين طالع من منافس. فالتشينج هيفضل مستمر، مش هيبقى تشينج واحد أو اتنين along your life journey in your organization. فالهدف النهاردة إن إحنا بقى نتكلم على التشينج مانجمنت بروسيس. إيه هي التشينج مانجمنت بروسيس؟ التشينج مانجمنت بروسيس هو الأبروتش، الطريقة أو الوسيلة that guides transformation of organization goals, processes أو technology. إحنا عايزين نقول إيه؟ إحنا عايزين نغير من طريقة الشغل بتاعتنا، عايزين نغير من البروسيسز بتاعتنا، عايزين نغير من التكنولوجيا بتاعتي، هنتحول رقميا فور اكزامبل، عايزين نغير من الاورجنايزيشن جول. بدل ما كنت عايز ابقى الاورجنايزيشن جول بتاعتي فوكس بس على اني كوست ليدرشيب، بدي سيرفيس بكوست قليل جدا او ببرايس قليل جدا للكاستمر، فانا عايز اتحول من الهدف ده اني ابقى الكوست مش فارق معايا، بس بدي سيرفيس بريميوم، بدي سيرفيس ما حصلتش، بدي نمبر 1 سيرفيس وورلد وايد حتى لو بفلوس زياده، لان عايز اتارجت الفيري نيش ماركت اللي ويلنج ان هو يباي مور فور البريميوم سيرفيس دي. فده اورجانيزيشن جول او تشينجز. ايه التشينج مانجمنت بروسيس بقى؟ هي البلان او هو الابروتش اللي هتقول لي، هي الطريقه اللي هتقول لي ازاي اتحول من الكرنت ستيت للفيوتشر ستيت اللي انا عايزها باقل الخسائر ممكنه، وازاي اقدر اصطحب الموظفين بتوعي في عمليه التشينج دي. فالبيربس اوف ذا تشينج مانجمنت بروسيس هنا انه هي بتيمبلمنت استراتيجيز علشان تخلي التشينج افكتيف. يعني ايه تخلي التشينج افكتيف؟ يعني تخليه قائم. وعملية الـ change management process دي وظيفتها كمان إن هي to help the people إن هم يقدروا يأدبتوا ويأبزوربوا الـ change. ان هم يقدروا ازاي يادبتوا ويتشينج يادبتوا للتشينج بروسيس، لانه زي ما قلنا بطبع الانسان هو دايما الانسان عايز يبقى في الكومفورت زون بتاعته، مش عايز يشوف طريقه مختلفه the way of his day to day work، مش عايز، كسلان بمعنى اصح. يعني كلنا على فكره مش عايزين، يعني معظمنا مش عايزين نجو ثرو بروسيس ان احنا نتعلم طريقه جديده او شغل جديد بطريقه جديده. انا خلاص عرفت اعمل الشغل بالطريقه دي، يعني من الاخر كده ما توجعش دماغي وتحط لي طريقه جديده. فالتشينج بروسيس هي ايه الاكشنز اللي هحطها ان بليس علشان
علشان احط التشينج ده ويبقى التشينج ده هو الدي تو دي لايف بتاعي بقى هو effective بمعنى اصح، وازاي اقدر اصطحب العاملين معايا ان هم يتقبلوا التشينج، وبعد كده مش بس يتقبلوه ويبقى ده اسلوب الشغل بتاعهم او اسلوب الحياة بتاعهم، هم يقدروا يعملوا adaption يتبنوا التشينج ده هو. ال change management process هدفها إنها بت support ال people during ال change process، بت support ال people، بتساعد ال people على تقبل change وتقبل ليه بنعمل change ولو ما حصلش change هيحصل إيه. كل دي حاجات أساسية وعوامل أساسية لنجاح ال change. كان في survey عملته شركة ماكنزي، وشركة ماكنزي من أكبر شركات ال consultancy، وفي شركة كمان اسمها بروسكي برضو من أكبر الشركات في مجال change management أو مجال إدارة التغيير. الشركتين دول عملوا سيرفيز بيقولوا إنه في حوالي 70% من change efforts بتفيل، 70% من المجهود اللي مبذول علشان أقدر أبقى أخلي change effective بيفيل، ونتيجة الفيلير ده عدم وجود change management process، عدم وجود استراتيجيات واضحة وخطط واضحة ازاي هننفذ change. واكبر سبب ال 70% دي للفشل هو انه change management process دايما بتفكر في ازاي هتعمل change عن طريق البروسيسز اكتر من انها بتكونسيدر الاشخاص او الموظفين او العاملين في مجال التشينج. فبتقول وهنا هي بتامفسايز على اهميه التشينج، بتامفسايز على اهميه تداول التشينج من وجهه نظر الاشخاص عشان يقدروا يأدبتوا للتشينج دهيت للتشينج دهوت. اكبر او احنا ازاي بنقرر ان احنا عمليه التشينج واضحة وصريحة أو إنها وصلت للهدف منها، إن إحنا بنقدر نقلل الجاب على قد ما نقدر ما بين الـ expected outputs أو الـ expected results والـ actual outputs. طيب في سؤال، السؤال هنا يجب تهيئة الموظفين. طبعا يا مظفر، هو الـ change management process pillar أساسي منها إنه إزاي يهيئ الموظف وإزاي يخلي الموظف متقبل الفكرة، ومش بس متقبلها هو متبنيها وبينفذها في الـ day to day work بتاعته. وبالتالي عشان كده بستريس إنه change management process مش كفاية أقول إني هتحول رقميا for example، مش كفاية أقول إني دي البلان بتاعتي إني أجو from paper to digital in 3 years for example، وإني أعمل هpurchase software دهوت، هعمل training للناس النهاردة، هبتدي أعمل implementation day النهاردة، هعمل soft launch النهاردة and so on and so forth. ده strategies technically أو strategies على أرض الواقع، لكن لازم يستحبها change management process. لازم أجيب الموظفين وأقول لهم أنا ليه بعمل كده، أنا لو ما عملتش كده هيحصل إيه، لو ما تحولتش رقميا إيه الـ negative consequence أو إيه العواقب اللي هتعود على اللي هتيجي عليا لو ما تحولتش رقميا. طب أنا إزاي هساعدكم في أن أنتوا تأكوايروا new skills هيت أو new business skills هيت، أن أنتوا إزاي تقدروا تتحولوا رقميا معايا. كل دي حاجات مطلوبة علشان أقدر أهيئ الموظف وأخليه قابل الفكرة ومتقبلها، ومش بس متقبلها زي ما قلنا eventually يأدبتها، لأن هو في الآخر الموظف ده هو اللي هيشتغل actually على الـ digital system ده هو. في سؤال تاني XYZ بيقول do all companies use their process this process or it depends. والله هي ما فيش process واضحة، وهنشوف ده في السلايد الجاية XYZ. هي ما فيش process واضحة بتقول هتعمل 1 2 3 4، هو في framework، في structure كده معين هنبص عليه في السلايد الجاية إن شاء الله. الشركات مجبرة، مش مجبرة، الشركات اللي عايزة تبقى عندها possibility أكبر وعايزة تبقى عندها نسبة نجاح أعلى للتشينج
لازم تأدبت الـ change management process أو الـ framework بتاع الـ change management process عشان تقدر تنجح في الـ change. أنا قلت من شوية 60 أو even 70% من الـ change efforts بتفيل، والـ failure ده بيبقى نتيجة، أو الفشل ده بيبقى نتيجة عدم إن هما ما بيتبعوش change management process علشان يبقى الـ change ده effective، عشان يبقى الـ change ده effective. وبالتالي الشركات مش ما فيش ماست، انت لو عايز تنجح هتعمل كده. زي بالظبط كده لو بنقول لطالب انت عندك امتحان، لو عايز تنجح لازم تذاكر، انت في الاخر هتخش الامتحان، هتخش الامتحان. نجاحك ودرجة او نسبة تفوقك او نسبة نجاحك في الامتحان تعتمد بهد... ب... تعتمد اعتماد كلي ورئيسي على كم المذاكرة اللي انت بتعملها. فإتس exactly the same هنا اكس واي زد، انه انت مش مجبر انك تعمل change management process. انت ممكن تيجي الصبح تقول لهم يلا يا جماعة انا النهاردة بإذن الله اشتريت warehouse management system جديد، النهاردة بإذن الله انا اشتريت digital solution جديدة، وهنتحول كلنا من ال هنتحول كلنا من ال paperwork للديجيتال. انت ما عملتش اي change management process، انت صحيت الصبح قلت لهم انا اشتريت ال software او اشتريت ال infrastructure ويلا we will go for it. نسبة نجاحك في التغيير ده هتبقى عادة أو غالبا بنسبة 90%، ما كانش أكتر، هي نسبة النجاح تبقى ضعيفة جدا، لأن أنت ما هيأتش الموظفين، ما عملتش الـ change process، ما عرفتش أنت فين ومحتاج تبقى فين، ما عرفتش إيه الـ objective، أنت فين ومحتاج تبقى فين. التدريب لوحده، رد على سؤال كلاودي، التدريب لوحده مش هو الهدف الأساسي، أو مش هو الوسيلة الوحيدة لتهيئة الموظفين. التدريب، التوعية، الانجيجينج، إن أنت هم خايفين قوي وديتهم تدريب على السوفت وير، خليهم يبقوا انجيجد في البروسيس نفسها، خليهم يبقوا انجيج في البروسيس نفسها، خليهم يبقوا بارت اوف ذا ديسيجن ميكنج. يعني عندك 3 4 سوفت ويرز مثلا بتفضل ما بينهم، خليهم هم يجوا يجربوا بنفسهم ال 3 4 سوفت ويرز اللي هيحولوهم، اللي هيساعدوهم على انهم يتحولوا رقميا، وهم بنفسهم يقدروا يقولوا لك البروز اند كونز بتاعت ايتش سوفت وير ويساعدوك على اتخاذ القرار. فمش التدريب لوحده، التدريب والتطبيق. وانا من وجهة نظري ومن وجهة نظر معظم الريسيرشز في المجال ده، انه اشتراك الموظفين في مجال الديسيجن ميكينج او في الديسيجن ميكينج بروسيس بيساعدهم جدا على تقبل فكرة التغيير، لان هم كانوا بارت اوف شيبينج التغيير ده، هم كانوا بارت اوف ان هم بيشيبوا التغيير وعايزين يروحوا فين وعايزين يبقوا فين. الـ need to lead the change طبعاً is growing، بس الـ ability إن إحنا نعرف نـ manage الـ change هو ده اللي بيقل شوية. زي ما قلت الـ researches بتقول إن أكتر من 50% من الـ transformational change efforts بتفيل، و actually هي النسبة بتصل لحوالي 60 أو 70%. الفيلير ده يعني إيه؟ هنا تعريف الفيلير، الفيلير بيحصل أو بنعرفه لما الـ organization بتفيل to adapt التكنولوجيا الجديدة أو البروسيس الجديدة. كتير بنلاقي، يعني أنا امبارح for example كنت بتفرج على documentary بيتكلم على إن في تشاينا مدن اسمها مدن الأشباح أو مدن مهجورة. بإيجاز كده أو باختصار بيقولوا إن الحكومة الصينية كانت قررت إن هي عايزة تطلع الناس للمناطق الصناعية الجديدة اللي هي بتنشئها، وبالتالي ابتدت تعمل مدن جديدة بجوار المدن الصناعية اللي هي بتعملها علشان تشجع الموظفين ان هم يبقوا اقرب لجهة العمل وبالتالي تزود الانتاجية. بنوا مدن كثيرة، وبيقولوا انه يعني الكلام ده بيقولوا انه هو في الصين حاليا في اكتر من 60 مليون شقة او 60 مليون وحدة خالية خلايا من السكان، لأن الحكومة عملت المشاريع التنموية إن هي ومشاريع المدن الجديدة عشان تنقل السكان، بس السكان ما تنقلتش أو الناس ما تنقلتش، وفضلوا يفضلوا في أماكنهم القديمة وفضلوا يفضلوا في مدنهم وفي بيوتهم الجديدة. فده failure، ده change
هم حاولوا يغيروا الاستراتيجية بتاعتهم ان هم يقربوا العاملين لمجال العمل علشان زيادة الانتاجية، وعلشان طبعا التكدس المروري والازدحام and so on، بس ما كانش في change management process صح اصطحبت عملية البناء. هم بصوا للالتيميت اوبجكتيف وعملوه اللي هو المدن الجديده، بس ما عملوش تشينج مانجمنت بروسيس يشجع الناس على كده. بعد ما بنوا المدن ابتدوا بقى يشوفوا ايه التشينج مانجمنت بروسيس، ايه التوعيه اللي ممكن يعملوها، ايه الحاجات الناقصه. ابتدوا يعملوا سيرفيز ويجيبوا الناس يتكلموا معاهم، انتوا ليه مش عايزين تروحوا هناك. ابتدوا يحطوا ايديهم على نقاط ضعف في المدن اللي هم عملوها، نقص في المدارس، نقص في المكتبات العامه، نقص في الخدمات الرئيسيه والاساسيه. وبالتالي لما قدروا يحطوا الكلام ده على ورق ابتدوا ينفذوه، ابتدى الى حد ما الناس تبتدي تفكر تروح للمدن أو المدن الجديدة دي. ومن هنا برجع أقول تاني إنه اشتراك الناس في decision making process from day one كان هيفرق كتير، وكان هيقلل التكلفة، لأن أنت بنيت مكان ومعرفتش تخليه effective، معرفتش تخلي الناس تأدبته، وبعد ما بنيته ووصلت للconclusion ابتديت تروح لما اكتشفت إن الناس مش engaged، اكتشفت إن أنت ما استحبتش الناس معاك في الرحلة دي، فابتديت ترجع لهم تاني تقول لهم ها أنتوا محتاجين إيه علشان تروحوا هناك، في حين إن أنت كنت هتوفر على نفسك وقت ومجهود وفلوس لو كنت from day one عملت engagement للناس دي في المشاريع دي، وقلت لهم إيه اللي أنتوا محتاجين، وهما كانوا part of the decision making process بتاعتك. علشان كده بنقول ان ال organizational change effort عادة بتاخد longer time و more cost علشان يقدروا يخلوا ال change ده effective. المين ريزن للبور ليدرشيب ستراتيجي اللي هو الامبلوي ديس انجيجمنت والديس كونكشن من تشينج، ما عملتش عمليه اصطحاب للموظفين او العاملين، انا ليه بعمل تشينج، انا هعمل تشينج ازاي، فبقوا هم ديس كونكتد، بقوا بعاد عن التشينج. هم صحيوا من النوم زي ما اديت الاكزامبل كده بتاع المدن اللي في تشاينا، هم صحيوا او يعني فوجئوا انه خلاص بقى في عمليه مدن جديده موجوده قائمه ومدن اشباح. طب هم من الاول ما كانوش بارت اوف التشينج ده، ما كانوش، ما حصل لهمش توعيه، ما حصل لهمش تدريب، ما حصل لهمش حتى اشتراك في او اشراك في عمليه اتخاذ القرار. يبقى علشان، وده كي تيك اواي احب اتكلم عنه النهارده، كي تيك اواي احب اتكلم عنه النهارده، انه الامبلوي انجيجمنت اصطحابك للموظفين او العاملين في عمليه التغيير هو ضروري واساسي لاتمام عمليه التغيير بنجاح. اتوقع ايضا يجب ذكر اسباب التغيير. طبعا انا لما بقول انا هعمل تشينج بقول انا هعمل تشينج ليه، why are we doing change، why are we doing change, what if I don't do the change، لو ما عملت if I do nothing وما عملتش change ده ايه الconsequence اللي هيحصل عليا، وده طريقة غير مباشرة بقول بيها للناس انا ليه بعمل change. What if I don't do the change, what is the impact. يعني في ثلاث أسئلة رئيسية محتاج أجاوبها لكل الموظفين أو كل العاملين قبل ما أعمل أي change. أنا ليه بعمله، أنا لو ما عملتوش هيحصل إيه، إيه التأثير علي كموظف وعلي كشركة من التشينج ده لو التشينج ده بقى إفكتف. التغيير المستمر ألا يؤثر على الموظفين؟ ده ريسيرش بيبر أنا أكتشلي بعمله يا كلاودي، وعشان كده دخلت شوية الصبح في الكلام عن الجينيريشن. زمان كان او في جينيريشنز قديمه، البيبي بومرز واللي هم الناس اللي اتولدوا في ايام الحروب، عاده الحرب العالميه الثانيه، يعني مواليد الاربعينات الخمسينيات واوائل الستينيات، كنا دايما بنقول انه الناس دي مش عايزه تغيير، وان التغيير بيؤثر بالسلب على الموظفين. ويمكن ده اوتبوت من الاستادي اللي انا عملتها، انه التغيير بيؤثر على السلب الموظفين، بس حاليا الجينيريشنز الجديده اللي بنتكلم عنها بقوا ملولين جدا، وبقوا فيري فيري بورد، وبقى لو ما بقاش في تشينج كونتينوس تشينج فهيسيبك ويزهق. واكبر دليل على كده انه دلوقتي حاليا بتطلع شركات كتيره بنسميهم الانتربرينورز او الانتربرينورشيب كومبانيز، اللي هي بتتكلم على رياده الاعمال، فهم في مجال تطور مستمر وتغيير مستمر،
وده تحول في سلوك جينيريشنز كاملة. وبالتالي التغيير المستمر، المفهوم الأساسي أو المفهوم الرئيسي أو المفهوم السابق اللي كان عندنا إن التغيير المستمر بيؤثر بالسلب على موظفين وبيبقى نيجاتيف، وبالتالي الموظفين بيحسوا إنه disengaged disconnected و dismotivated ومش عايز يبقى part of the change. ده كان تغيير أو ده كان حاجة يعني common بنفكر فيها. حاليا مع generations جديدة ومع مع وجود ريادة الأعمال بقى التغيير المستمر ضرورة، أولا عشان تبقى survival في الماركت، ثانيا علشان الجينيريشنز الجديدة لو ما عندهمش حاجة على طول continuous جديدة they get bored easily. أتمنى أن يكون ده رد على سؤالك. ليه الناس بتريزيست التشينج؟ طبعا job security، خايفين على شغلانتهم، ال fear of an unknown، مش عارفين ايه اللي هيحصل بكرة، كلنا عايزين نبقى في الستاتس كو بتاعتنا وفي الكومفورت زون بتاعتنا. mistrust، لو انا ما عنديش ثقة في الإدارة او ما عنديش ثقة في إدارة الشركة او إدارة الorganization، ده بيخليني somehow بفكر في resist the change. ال fear of failure، في ناس مش عايزة تجو في ال change مش عشان هي مش مقتنعة قد ما هي خايفة انها تفشل، أو ال faulty implementation، لو أنا بimplement ال change بطريقة غلط بفورس بطريقة غلط، زي ما من شوية جيت الصبح قلت يلا احنا النهاردة هنبتدي نبقى digital فعملت fault implementation. هو الهدف مش غلط، الطريقة ان انا عملت purchase للsoftware او purchase للportfolio او pool of applications اللي هشتغل عليها علشان ابقى digital مش غلط، لكن انت عملت fault implementation، انت جيت قلت لهم يلا هنبتدي النهاردة، فكل دي حاجات بتخلي الناس resist the change. طيب تعالوا بقى نتكلم على ال change management process. ال change management process يا جماعة زي ما قلنا، أو ال change management model، هو زي ما كنت بقول من شوية أنا مش هديك step by step هتعمل إيه، أنا هقولك إن في إطار عام أنت محتاج تتحرك في خلاله، وأنت في كل إطار أو في كل process محتاج تفكر ايه الاطار او ايه الاكشنز اللي هتعملها في كل في كل فيز. في موديل اسمه ليوينجز تشينج موديل بيتكلم عن ثلاث محطات رئيسيه محتاج تعدي بيهم عشان تمانج التشينج. اول حاجه تعمل انفريز للتشينج. يعني ايه انفريز للتشينج؟ يعني زي ما بيقولوا كده تشيك الناس، يعني تهزهم كده تقول لهم على فكره احنا بنتغير او هنتغير ليه بقى. هتقول انه determine what needs to change، انا ليه بتغير. هتcreate a need for change، وcreating a need for change دي بتقول لهم ان احنا لازم نتغير، وليه هنروح ديجيتال، علشان لما نتغير نروح ديجيتال هعمل مثلا هيحصل وافر في هقلل البرايسز بتاعتي، ولما اقلل البرايسز بتاعتي هبيع اكتر، ولما ابيع اكتر هيحصل وافر او ريفينيوز اكتر، ريفينيو ستريم اكتر، وبالتالي الشركه هتبقى قادره تعمل جروث وهتبقى بتشتغل، بدل ما انت بتشتغل في شركه خسرانه فور اكزامبل، بتشتغل في شركه بتحقق نسبه من الارباح. محتاج في الفتره دي تمانج قوي الداوتس والكونسيرنز من الناس. يبقى اول حاجه انت محتاج تانفريز السيتويشن. تانفريز السيتويشن زي ما بتطلع حاجه كده من الفريزر وبتسيبها، محتاج تسيبها تسيح، محتاج تسيبها تعرف انت ليه محتاج التشينج. ايه الداوتس، ايه الانيشال داوتس، وايه الانيشال فيدباك من الناس. شوف انت وانت بتانفريز، انت في فيز 1 وانت في المرحله الاولى بتبتدي تفكر او بتبتدي تاندرستاند تفهم ايه الكونسيرنز بتاعت الناس علشان تقدر تعمل لهم انجيج في الـ change management process بتاعتك. بعد كده تاني خطوة أو تاني مرحلة هي مرحلة الـ change نفسه. مرحلة الـ change نفسه إن أنت بقى بتبتدي زي ما كنا بنقول من شوية هندرب الموظفين، هن empower الموظفين إن هم يعملوا actions معينة، هن involve الـ people في الـ change process، ه communicate، هعمل لهم تطوير، هعمل لهم تدريب علشان يبقوا قادرين يتواكبوا مع التغيير ده أو مع الـ change ده. هو خطوة مهمة جدا ومعظم الناس بتنساها، ان انت بعد ما عملت الـ change و you have implemented the change وعملت celebration الحمد لله خلاص انا نجحت، بتنسى تعمل ريفريز. يعني ايه بتنسى تعمل ريفريز؟ يعني بتنسى تجمد تاني الوضع. انت محتاج تجمد تاني الوضع علشان تتأكد ان التشينج ده is sustainable، عشان تتأكد ان الناس مش هيرجعوا تاني للورقيات، مش هيرجعوا تاني للبيبر وورك. فمحتاج تميك شور انه السيستم اللي عندك
موجود و up and running، وان الناس adapting it، وان هما مش هيرجعوا لل old day to day work بتاعهم او ال old way of work بتاعتهم. وده عن طريق ايه؟ ان انت بتعمل cultural change، انت بت embed ال change ده في ثقافة الشركة. بقت خلاص ال digital دي ثقافة شركة، ما بقاش luxury، دي بقت ثقافة. بت develop ways to sustain وت motivate وت train ال people ان هم يعملوا ال change، وبت celebrate success. أنا أسفة. فال change model هنا بيتكلم على ثلاث مراحل أساسية محتاج تعدي بيهم، وكل شركة بقى محتاجة تحدد الأكشن بلان اللي هتعمله كل تحت مرحلة من دول. أنت ب ب ب بتديفروست أو بتأنفريز الوضح، بتبتدي تيمبلمنت التشينج، وقبل ما تخلص وتقول الحمد لله خلاص وتسليبريت السكسس، محتاج ترجع لتجميد الوضح تتأكد إنه موجود. في تشينج موديل تاني وده أشهرهم على الإطلاق، اسمه كاتر تشينج مانجمنت موديل. اسمه كاتر تشينج مانجمنت موديل، هو برضو بيتكلم على 8 ستيبس. ال 8 ستيبس دول in a way or another هم محصورين برضو في الثلاثه فيزز او الثلاث مراحل اللي انا اتكلمت عنهم، اللي هم انفريز وتشينج وفريز. ان انت بتعمل establish sense of urgency، انا لازم اتحرك ولازم اتحرك بسرعه، ولو ما اتحركتش بسرعه يحصل ايه. فهنا بتكفر نقطه ليه انا محتاج التشينج، ليه need for change. بتكريت a guiding correlation، بتكوريليت انا ليه بعمل تشينج، عشان انجح او اجيب revenue stream معين، او اخش ماركت جديد، او اكبر او اعمل business growth، او ابقى مارك او ابقى ماركت ليدر. فبتقول انا ليه بعمل التشينج، ليه need for change. مهم جدا وانت بتكريت النيد اوف تشينج، وانت بتعمل كرييشن للنيد اوف تشينج، ان انت تعمل ديفلوب ا شيرد فيجن. بعتذر تاني. بتديفلوب لشيرد فيجن عن طريق ان انت بتخلي الناس معاك، بتقول لهم بصوا يا جماعه احنا عايزين نبقى هناك، دي الفيجن الالتيميت اللي انا عايز اروح لها، فانا عايز ابقى هناك. طب انا عشان ابقى هناك عايز اعمل ايه؟ فبتديفلوب ا كلير، ومهم جدا ان الناس يبقى عندها كلير فيجن هيروحوا فين. بعد ما استابليشت، عملت استابليشمنت للنيد اوف تشينج، محتاج تبتدي تعمل التشينج دايركشن. يعني احنا خلاص احنا عارفين احنا عايزين نروح فين، او عارفين الالتيميت جول بتاعنا بقى ايه، ودي الفيجن بتاعتنا ودي الرؤيه بتاعتنا، ولو ما عملناش ما وصلناش للرؤيه دي هيبقى ايه المشكله. طيب محتاج بعد كده تقول التشينج دايركشن، هتدي التشينج، هتعمل التشينج ازاي. فبتكوميونيكيت الفيجن دايما. بصوا هنا بقى في ستيب نمبر 5 بنقول ايه، امباور البيبل تو تيك اكت اون ذا فيجن. دايما بنركز على ان البيبل انجيجد وامباورد، ان هم يبقوا بارت اوف الديسيجن ميكنج بروسيس، ومش بس بارت اوف الديسيجن ميكنج بروسيس، انت بتديهم اكشنز يعملوها بنفسهم علشان يبقوا بارت اوف التشينج مانجمنت بروسيس. علشان تقدر تعمل ايه، انت ليه بتخلي الناس امباورد؟ بتخلي الناس empowered علشان eventually تقدر تعمل change في البيهيفير بتاعهم. يعني علشان المايند سيت بتاعهم يتقبل فكره التشينج، طول ما انت بتبوش التشينج عليهم طول ما هم هيريزيستوا اكتر. لكن لو انت اديتهم الفيجن الكبيره وقلت لهم احنا عايزين نوفر مثلا 10 مليون دولار السنه الجايه، اديتهم الفيجن دي الفيجن الكبرى، وبعدين قلت لهم اطلعوا لي انتوا باكشن بلان، انتوا كوميتوا باكشن بلان من نفسكم من عمل ايديكم، ازاي هنقدر نوفر 10 مليون دولار دي السنه الجايه فور اكزامبل. فبقوا هم بارت اوف الديسيجن ميكنج، ومش بس بارت اوف ديسيجن ميكنج، ده هم بقوا هم اللي عملوا الاكشن بلان. دي مردودها قوي جدا وسريع جدا عما تروح تقول لهم بصوا يا جماعه احنا عايزين نوفر 10 مليون دولار وادي الاكشن بلان وانتوا هتنفذوها. اوكي، ده علشان اقدر اعمل تشينج في البيهافير. مهم جدا عشان اقدر اعمل change في البيهيفير، الخطوة number 6 اللي هي create short term wins. مهم جدا عشان الناس ما تزهقش، عشان الناس ما تزهقش، والناس ما تحسش ان عملية التغيير طويلة ومردودها غير واضح، وانه ايه ده احنا ليه بنعمل change،
ده بنعمل تشينج علشان الإدارة عايزة تعمل تشينج عشان تبين إنها تشتغل. لا، مهم جدا إن أنت تكريت لهم شورت تيرمز، وين يشوفوا حاجات بوزيتيف قدام عينيهم بتحصل، علشان يبتدوا يحسوا إيه ده، ده في جينز، ده في وينز، ده في بوزيتيف ثينجز بتحصل من الامبلمنتيشن بتاع الفيرست ستيبس اوف تشينج، وبالتالي بتموتيفيتهم إن هم يجو ثرو التشينج دي. آخر حاجة، بعد ما عملت create ال short term wins و consolidate and build on the gains، بتعمل ال steps بتاعة ال change sustainability، بتعمل institutionalize لل change. محتاج تخلي ال change ده في core activity و day to day activity بتاعتهم، فمحتاج تبقى sustain ال change ده، تتأكد ان ال change ده تتأكد ان ال change ده موجود وبيحصل وثابت، ومش النهارده وعملنا سيلبريشن تشينج وخلاص والناس they left it behind. طيب، ده اسمه كاتر تشينج موديل. اخر تشينج موديل هتكلم عنه النهارده هو الادكر تشينج موديل. كلهم يا جماعه in a way or another بيتكلموا على ثلاث حاجات أساسية: بت unfreeze the situation، بت implement the change، وبعد كده بترجع تفريز the situation عشان تعمل sustainability the change. نفس الفكرة في ADKAR change model، بتعمل حاجة اسمها awareness. ADKAR هي اختصار awareness, desire, knowledge, ability and reinforcement. بتعمل awareness، بتقول بت understand the need of change و nature of change و ليه محتاجين ال change، ولو ما حصلش تشينج يحصل ايه. فبتعمل awareness للناس انا ليه محتاج التشينج. بعد كده بتgo for desire، بتكريت او بتحاول تكريت او تنشئ desire جوه الناس او رغبه جوه الناس ان هم يبارتيسيبيتوا ويسبورتوا التشينج، يبقوا مشتركين معاك ويساعدوك في التشينج. بعد كده محتاج تبني knowledge عند الناس، ايه هو التشينج، التشينج ايه السكيلز اللي انا محتاجها في الناس علشان اقدر امبلمنت التشينج، ايه الكي بيهيفيرز اللي انا محتاجها، ازاي هعمل عمليه التشينج. اوكي، بعد كده الابيليتي، بتكلم عن الابيليتي، هبتدي امبلمنت التشينج ولازم اوري البرفورمانس ميجرز بتاعتي، انا لما عملت التشينج قدرت اعمل performance, positive performance قد ايه. واهم خطوه في التشينج يا جماعه، ودي اهم خطوه ودايما organization they leave it behind، وده سبب رئيسي برضو من اسباب فشل التشينج، اني ما بعملش reinforcement، ما بعملش sustain للتشينج، ما بعملش freezing للسيتويشن، اني خلاص بسستين التشينج بيبقى part of the culture، اني خلاص تحولت رقميه، ما بقاش option anymore اني ارجع للpaperwork. طيب، آخر حاجة بقى هتكلم عنها النهاردة هو how to effectively manage the change. أنا هديكوا الكلام ده based on researches I have done, based on other researches that يعني شركات كبرى عملوا researches في مجال change management. هقول لكم كمان based على تجربة شخصية. Number one، علشان manage the change، أول حاجة I have to accept إن people will definitely resist the change. أنا كexecutive أو كleader أو كchange manager لازم أبقى expecting من الناس اللي قدامي إن هم يpush back the change، يresist the change، وأبقى دايما حاطط في دماغي إن the resistance of change مش علشان بس هم resist of change، عشان هم مش عارفين the future state، عشان هم مش aware، عشان هم they need the knowledge، they need the information اللي to support them. هم ليه بيعملوا كده؟ بيحضرني برضو example كويس جدا، انه في بعض الشركات بتتحول حاليا من مجال الحاجة اسمها assigned seats لflex seats، بمعنى انه بدل ما كل واحد الصبح هيروح يلاقي مكانه جاهز، المكتب بتاعه معروف، مكانه في المكتب معروف، لا احنا هنتحول لي انه في اريا معينه او في فلور معين في الارج في الـ او للديبارتمنت، الفلور ده فيه عده من الاماكن، في اكس اماونت اوف سيتس، كل موظف هيجي النهارده هيروح يقعد في مكان معين. ده تشينج كبير في the way of ال work for ال place ال facilities وال work place بتاعتك، انك تحولت من انك كل يوم الصبح جيت عارف انت هتقعد فين، انك لا انت كل يوم هتروح فين مكتبي اللي هقعد عليه النهارده. طبعا في pros and cons approach، بس باختصار انت لو جيت الصبح قلت للموظف على فكرة انت خلاص انت مالكش مكان، انت شوف بقى هتقعد في اي فين، هتيجي كل يوم الصبح تلاقي ان الموظفين بيجوا كل يوم الصبح بيتخانقوا مين هيجي الاول، عشان كل واحد عايز ياخد المكان اللي هو بيفضله، اللي جنب الشباك او اللي جنب التكييف او اللي جنب
او اللي جنب مكتب المدير whatsoever. لو هنفترض ان المدير شخصين له مكتب، بس انت لو عملت الاويرنس والنوليدج وخلتهم هم شخصيا بارت. احنا ليه بنعمل كده؟ احنا عملنا كده علشان احنا عملنا سيرفي لقينا انه انا ممكن احسن في الورك فورس بتاعتي، بدل ما انا عندي 100 مكان واحنا في الديبارتمنت ده 100 موظف، وعاده بيبقى فيه تدريب وبيبقى فيه اجازات وبيبقى فيه سفر. لو الشركه فيها سفر كتير مثلا، الموظفين بيسافروا كتير علشان يعني فاينلايز شغلهم. فاحنا من سيرفي اكتشفنا يا جماعه انه في 10% من السيتس، يعني في 10 اماكن دايما مش موجودين، يوميا تقريبا مش موجودين. فاحنا بدل ما نالوكيت 100 ممكن نالوكيت 90. طيب انت كده قلت لهم، لما نالوكيت 90 بدل ما نالوكيت 100 هيعمل لنا كوست، هيريديوس الكوست باكس اماونت اوف ماني، لان احنا الورك فورس بتاعت الشركه كلها هنقلل الالوكيشن بتاع السيتس ب 10%، فممكن نفضي فلور كامل. فلو فضينا فلور كامل يبقى احنا هنقلل الايجار اند سو اون اند سو فورث. يبقى انت قلت لهم انت ليه بتعمل تشينج؟ عشان انت اكشلي عملت سيرفي، والسيرفي ريزلتس ده طلعت ان انت عندك 10% اوف السيتس مش محتاجينها. طيب واتس ان ات فور مي بقى؟ انت ليه بتعمل تشينج؟ قلتها لهم. طب ليه لو ما عملتش الايه اللي هيحصل لو ما عملتش التشينج؟ اللي هيحصل لو ما عملتش التشينج ان انت هيبقى عندك هدر دايما في الاماكن، وهيبقى عندك كوست دايما مرمي على الارض وانت مش محتاجه، فده اهدار في الاموال وفي الموارد. في الموارد، سواء موارد ماليه او حتى موارد فاسيليتيز يعني. طيب واتس ان ات فور مي بقى؟ ودي اهم حته انت محتاج تقولها للموظف. انت ايه الفايده اللي هتعود عليا انا كموظف لو جيت الصبح ما لقيتش مكان؟ انا ايه فايدتي؟ انا باجي كل يوم الصبح حاطط اقلامي قدامي، حاطط صوري قدامي، حاطط حاجتي قدامي، ايه الفايده اللي هتعود عليا انا كموظف لو ما لقيتش حاجتي مكاني؟ انت ممكن تقول له انا بتقليل عدد الاماكن الافيلبل انا هشجع الوركينج فروم هوم. يبقى انت ممكن بالنسبه لك ممكن يبقى عندك اوبشن او سماحيه ان انت في يوم او يومين هتقدر تشتغلهم من البيت، تالي وركينج او ريموت وركينج او تالي وركينج، يعني علشان تقدر دايما يبقى عندك نسبه العشرة، او حتى لو عايز تزيد 20% تقدر دايما تمنتين ان في 10 او 20% دول من الورك فورس مش موجودين النهارده في الاوفيس، وبالتالي انت قدرت تعمل تالي وركينج او تالي كوميوتنج وقدرت تقلل في النفقات. يبقى انا كشركه كسبانه اني قدرت اقلل في النفقات، وانت كموظف كمان بيعود عليك الموضوع ده ان انت في يوم وفرت عليك مصاريف البنزين او وفرت عليك مصاريف ومشقة ان انت تيجي الشغل الصبح ومشوار بتاع انك تيجي كل يوم الصبح، وقدرت اوفر عليك الوقت بتاع الصبح اللي هو let's say مثلا for example نص ساعة رايح ونص ساعة جاي. الساعة دي انت هتبقى productive اكتر، هتبتدي شغلك بدري، هتخلص بدري، فهترجع بيتك بدري، فهتبقى مع اولادك بدري. ف this is a way of managing a change. طبعا سريعا اني لازم اقول لهم اكريت الاويرنس بقى زي ما اتفقنا، اكريت الاويرنس انا ليه بعمله. لازم تسابورت التشينج وتديهم النوليدج وتديهم واتس ان ات فور مي، انا هيعود عليا الموضوع ده بايه. يبقى كي تيك اواي ان البيبل سايد اوف ذا تشينج كانوت بي نيجلكتد. مش هينفع اجي اقول على فكره احنا النهارده هنجو فور فليكس وركينج انفايرمنت مفيش assigned seats. لازم اقول انه في people side of change، ولازم احترم ال people side of change، ولازم اعمل change process لل people دي. Initiating a change management plan that is a necessity، ما بقتش anymore luxury. وده جواب على سؤال اتسأل في اول السيشن، هل لازم اعمل change management plan؟ انا ما قلت ان هو مش must، بس هي it's a necessity. لو ما عملتوش عندك likelihood عالية جدا انك تفشل في ال change process بتاعتك. ال change management very very important علشان اتاكد ان ال employee engaged معايا، مصطحباه معايا في عمليه التغيير، والموظفين البشر بصفه عامه لو حسست ان هو مشارك معاك وانه له راي هتلاقيه بيدي معاك وبيديك. لو انت بعته واقصيته هتلاقيه بيبوش باك وبيعارضك وبيعارضك حتى لو هو مقتنع بالتشينج. مجرد عمليه الاقصاء بتخلي يعني بتخليه تمرد. الاويرنس is a first key step، ان هو يبقى عارف انا ليه بعمل change. ده is a first step و it's a key step في الكوميونيكيشن. الorganization دايما محتاجة الشركات تبقى عارفة ايه change management techniques اللي عملتها قبل كده، وايه اللي فشل فيها وايه اللي نجح فيها، لان ده بيعتمد جدا على الكالتشر بتاعت الشركة. اوكي okay؟
مهم جدا انه مش بس انه ان الميدل مانجرز والمانجرز ان جنرال يبقوا مدركين اهميه ان هم يبقوا اون بوردد وان هم يبقوا بارت اوف ذا تشينج. زي ما اتكلمت انفولفمنت في الديسيجن ميكنج بروسيس، مش هقول له على فكره انت بكره هتيجي مش هتلاقي مكانك، احنا بكره هنتحول لفلكس بليس، لا تعال نقعد ونناقش مشكله الاساينمنت بتاعت السيت ومشكله ان انا عندي فلور زياده تقريبا ممكن افضيه مش بحتاجه، تعال نقعد نتكلم فيه مع بعضينا كبرين ستورم، هنعمل عصف ذهني علشان نقدر نوصل لحلول. هتستعجب ان الحل الفليكس بليس دي هيجي منهم هم، مش هيجي منك انت كليدر، وبالتالي هيبقوا هم حاسين ان هم انفولف في الديسيجن ميكنج، وهيحصل عمليه كوميتمنت في الديسيجن ميكنج. بوتوم اب ابروتش اللي هو الديسيجن ميكنج بتيجي من تحت من الامبلويز، انا بقول لهم الفيجن بتاعتي وهم اللي بيبيلدوا الاكشن بلان الموظفين، فده اسمه بوتوم اب ابروتش. ده اللي بيخليه انجيج في الديسيجن ميكنج، ولما يبقى انجيج في الديسيجن ميكنج في عمليه اتخاذ القرار هيبقى انجيج في التشينج مانجمنت بروسيس، وهيبقى التشينج از مور افكتيف بالنسبه لهم. طيب أنا كده خلصت so far. أتمنى إن أنتوا تكونوا يعني، معلش طولت عليكم شوية، بس الحتة الأخرانية بتاعة ال change management process دي كانت يعني محتاجة استطالة شوية أو إطالة شوية. زي ما قلت أنا بتكلم على ال change management process، وده مش بس قائم اللي أنا قلته، ده مش بس على مجال العمل، ده كمان في مجال في البيت، في الـ personal life بتاعي. محتاج لو أنا بفرض أسلوب تغيير على the way of my life، محتاج أعمل awareness لنفسي وللي حواليا أنا ليه بعمل change ده، محتاج أبتدي adapt الـ change، وبعد كده محتاج أسستين الـ change ده علشان يبقى خلاص part of الـ daily habit. ويمكن لو في حد قرأ كتاب اسمه The Habit، كتاب اسمه The Habit بيقول لك الهابت عمرها ما هتبقى هابت، يعني عمرها ما هتبقى حاجة انت بتصحى كل يوم الصبح او قبل ما تنام بالليل او كل يوم بتعملها في الساعة من كذا لكذا، غير لو فضلت تعملها لعدد كتير من الايام بيتراوح من 30 ل 40 يوم. يعني انت لازم لو انت عايز تفورس نفسك انك تقرأ مثلا كل يوم صفحتين في كتاب for example، فلازم تمنتين الهابت دي ل 30 او من 30 ل 40 يوم، بعد كده هتبقى هابت يعني. فهو بيقول لك ان الاول انت لازم تفكر نفسك انت ليه بتعمل كده، عشان القرايه مفيده وعلشان القرايه هتوسع المدارك وعلشان انا عايز مثلا ابقى أبروجرس في الكارير بتاعي والقراية في المجال ده هتفيدني، يبقى أنا محتاجة أقرأ for example صفحتين في اليوم. تمام، طيب هقراهم الساعة كام؟ هقراهم الساعة كذا. أديني بحط أكشن بلان أهو، أنا عرفت أنا ليه محتاجة أغير، إني عشان أحسن الكارير بتاعي for example أو أوسع مداركي. طب هعمل إيه عشان أتغير؟ هقرأ كل يوم صفحتين في كتاب. طيب إزاي أسستين الشينج ده وأحوله من إن هو تشينج لإنه يبقى habit، إني أفضل continuously أدو it for 30 أو 40 days. أنا بس إديت الإكزامبل ده، بعد كده هيتحول لهابت. أنا زي ما بقول أنا إديت الإكزامبل ده علشان هقول لك ان عمليه التشينج مانجمنت بروسيس هي مش بس على مجال الشغل، هي كمان البيرسونال لايف بتاعتك. لو عايز تعمل تشينج في حياتك وتحول، لازم تحوله لهابت، فلازم تانفريز السيتويشن، لازم تقول انت ليه محتاج التشينج، اويرنس للتشينج، تبيلد الاكشن بلان، تعمل التشينج بتاعتك، بعد كده تسستين الاكشن بتاعتك. طيب زي ما اتفقنا، مش يا هنا، زي ما اتفقنا يا جماعة، الكورس عشان تاخدوا الكورس ماتيريال محتاجين تخلصوا البوست اسسمنت وال البوست اسسمنت واللايف والبوست سيرفي. هتلاقوا الماتيريال على training.government.ae. هتلاقوا ماتيريال تانية كتير طبعا عن توبيك كتير، انتوا ممكن البورتال ده ان جنرال انتوا ممكن بتستفيدوا منه علشان ماتيريال تانية ومواضيع تانية. فبليز يا جماعة ما تنسوش، عشان تقدروا تاخدوا المحاضرة الكورس ماتيريال بتاعة المحاضرة، أرجوكوا ما تنسوش البوست سيرفي علشان تقدروا تحصلوا على المحاضرة. أنا آسفة جدا النهاردة أنا صوتي يعني كنت
يعني الصوت ما كانش جودته كافية، بس فعلا أنا آسفة، كان يعني غصب عني. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا في المحاضرة. أنا قاعدة يعني 3 أو 4 دقايق كمان، لو في أي حد عنده أي سؤال I am more than willing to answer. كان في سؤال بيقول الدورة عربي أو إنجليزي. احنا كنا اتفقنا مع الام جوف من فترة على الموضوع ده، انه المصطلحات محتاجة تبقى عادة بالانجلش، لانه هو ده اللي يعني المصطلحات الدارجة، والشرح هيكون بالعربي. فده كان اتفاق اوريدي انه الكونتنتس والمصطلحات بتبقى بالانجلش والشرح هيبقى بالعربي. وعلشان كده هتلاقيني بحاول على قد ما اقدر كمان اقول الشرح بالعربي، والمصطلحات اقولها كمان بالعربي على قد ما بقدر. طيب الرابط بتاع الاسسمنت هتلاقوه تحت في ال الرابط بتاع الاسسمنت هتلاقوه تحت في الـ في الـ في الـ في الكومنتس. فيعني لو سمحتوا في الكومنتس هتلاقوا او في الديسكريبشن تحت هتلاقوا الرابط بتاع الاسسمنت. خلصوا الاسسمنت علشان تقدروا تاخدوا الماتيريال وتجيلكوا certificate of attendance باذن الله. خليني احاول اكتب لكم الرابط، مش عارفة ده رابط الاسسمنت ولا انهي رابط. خليني ارجع احاول اشوف لكم الرابط تاني بتاع الاسسمنت، بس هو تحت هتلاقوه في الديسكريبشن فور شور، يعني ما عنديش شك ان هو هتلاقوه تحت في الديسكريبشن بتاع الكورس. meanwhile في اي سؤال، اي حاجة انا محتاجة توضيح وانا ما وضحتهاش؟ والله يا جماعة دعواتكو دي، ويعني مش قادرة أقول لكم قد إيه بتسعدني. ميرسي يا ناثينج ستاي، بس يعني الدعوات دي يعني بالنسبة لي أكثر كمان من الشكر بصراحة. يعني ميرسي طبعا لكل قلب متشكر وثانكس، بس فعلا يعني الحمد لله الدعوات كده لأنه فعلا أنا بحس إنه موضوع إنه إحنا لازم يبقى فيه علم انه ينتفع بيه، وده هدفي بصراحة في اي كورس بدي، انه اكتر من انه كورس، انه يبقى بحاول اشارك معلومات ممكن تكون بسيطة وبيزك جدا اللي ممكن اكون اعرفها، ان انا بحاول اشاركها مع الناس عشان يبقى فعلا علم ينتفع بيه. فاشكركم جدا، وربنا يكرمنا جميعا باذن الله. انا برضو لسه قاعده دقيقه او دقيقتين كمان، لو اي حد عنده اي سؤال على الكونتنتس هبقى مبسوطه اني بحاول ارد على سؤاله. هنا يعطيكم العافيه جميعا، ميرسي يا مريم. هنا المحاضرات والتوبكس كلها هتلاقيها على الام جوف بورتال. هتلاقي السكادجول، يعني احنا دلوقتي بنخلص السكادجول بتاع Q1 اللي هو من يناير لمارتش باذن الله السنه الجايه. فكل الكونتنتس كل الكونتنتس وكل التوبكس الجديده باذن الله هتلاقيها على الgovernment.ae. فبليز جو فور training.gov.ae. احاول احط لك اهي، هتلاقي عليها كل الابكومينج كلاسز وبالسكادجولز بتاعتها. يا رب يا كلاودي، يا رب فعلا يجعله في ميزان حسناتي، وربنا يكرمكم جميعا ويكرمنا ان شاء الله باذن الله. في اي سؤال اقدر اكلاريفاي؟ تمام يا هنا. طيب صباح الخير بقى. يا رب يا رب يا هنا. صباح الخير بقى جميعا، ممكن دلوقتي تنطلقوا لشغلكم، واسبوع بإذن الله productive
ومثمر بالنسبة لنا جميعا، ويعني happy start of the week. أنا عارفة أن أنا خدتكم في أول ساعة في أول أسبوع، ف happy start of the week و happy Sunday، وإن شاء الله بإذن الله يكون استفدتوا حاجة جديدة النهاردة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.